هذا نص وجداني بعنوان اشتعال أقدم له في البداية بزهيرية كتبتها باللغة الفصحى. أقول: قد طيب الثوب بالريحان والعود، وجاء يمشي برفق ناعم العود، كأنما مشيه عزف على العود، من نوره لعيوني سبب الجهرة، والهمس في حبه قد عادل الجهرة. يا ليلة جمعتنا فيه بالجهرة، عودي لقلبي بأشواق الهوى عودي. اشتعال: أشعلت قلبي في الهوى قنديلا، ومشيت وحدي في الظلام طويلا، شاب انتظاري للقاء ولم أجد للدمع في ليل الأسى منديلا، صبر الجميل دعوته لكنه ما عاد، يا حلمي الجميل جميلا. ليت الليالي لم تباعدنا ولم يعرف لنا هذا الغياب سبيلا، كانت بنا الأيام تعدو فرحة، واليوم كم يمضي الزمان ثقيلا. منذ افترقنا والحياة كئيبة، والهم في صدري أقام نزيلا، كل الرسائل لا تخفف لوعتي، بالله هل يشفي الدواء قتيلا. أشتاق والأشواق نار في دمي، وأذوب وجدا بكرة وأصيلا، وأصوغ من روحي إليك قصائدا رتلتها بمدامعي ترتيلا، فرحا فؤادا موجعا ومشاعرا من صدقها لا تقبل التأويلا. وامدد يديك لموعد نحيا به في الحب، واسمح بالوصال قليلا. شكرا لكم.